أمام إحدى مراكز تجميع الحليب لجأ هذا الفلاح إلى إتلاف كميات هامة من هذه المادة الأساسية بعد رفض المركز قبولها لتزداد معاناة المنتجين. أنا الحليب متاعي يزمو يقبلوا، سواء تقبلوا السنتر، سواء يقبلوا المعمل، سواء تقبلوا الدولة يتصرف، لأن أنا في ورطة اليوم. إذا كان اليوم تتنحى إلى الحليب معنا البقرات باش تتنحى، الخدام باش تتنحى، دورة كاملة باش تحبس. دونك أنا شو ذنبي أنا؟ مراكز تجميع الحليب وبعد امتلاء خزاناتها من هذه المادة الأساسية أصبحت عاجزة عن قبول كميات جديدة جراء توقف مركزية الحليب بالشمال عن قبول هذه الكميات وتصنيعها. احنا توا عندنا اكثر من 5 أيام نهزوا كمينا للمعامل الكل، تقريبا فما معمل ولا زوز معمل قاعدين يقبلوا علينا، الكميون يمشي يبقى ب 30 ساعة. الفلاح انا ما عنديش امكانيات باش تخليني نقبل حليب نتاع نهارين باش نفرغ المركز نتاعي في الكمين. احنا نهزوا الكمين تبقى اكثر من 30 ساعة و 35 ساعة وبعد ترفض. الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب أكدت أنه يتم يوميا إتلاف قرابة 200,000 لتر من الحليب بسبب تواصل سوء التفاهم بين نقابة العمال والإدارة، مطالبة بإيجاد حل لهذه المسألة التي أضرت بالفلاح والمجمعين. اليوم باش ما نش باش نواصلوا ولا احنا غلق المراكز، خاطر اليوم قاعدين نلوجوا على حلول وباش نشوفوا مركزيات اخرى باش تقبل علينا الحليب، وحتى كان ترجع المركزيات اللي ترجع للعمل احنا باش نشرطوا ما عادش منو هكا التوقيف على العمل المفاجئ هذا، واذا كان ثم عندهم مشاكل يحلوها من غير ما ترجع الانعكاسات نتاعها على المركز والفلاح. ومع اغلاق مركزيه الحليب بالشمال عاد الى الاذهان ما شهدته بلادنا من نقص حاد في هذه المادة، خاصة ونحن نعيش فترة ذروة الإنتاج.